Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on a une nouvelle recette de tarte pomme fine, facile à réaliser à la maison, pas trop compliquée. On a besoin de la pâte feuilletée, 8 pommes rouges, 30 g de sucre, 30 g de beurre, et c'est parti. Alors, on commence par tailler une pomme en cubes. Des morceaux un petit peu courts, moyens. On met tout dans la casserole. Nous ajoutons le jus de Hamda. Asser de Hamda, nous ajoutons le fort. Bâche les pommes d'Yaouna, make halouche pour ne pas noircir les pommes. Voilà, quand nous ajoutons l'asser de Hamda d'Yaouna, quand nous ajoutons 30 g de sucre. Après, tu as 30 g de zbda, 30 g de zbda, 30 g de sucre, malqa kbira de l'arôme vanille, l'arôme de la vanille ou le madak de nkha ta la vanille, malqa kbira, juge malqa de l'ma. Ou après, tu as un chouïa de la vanille, les tiges, ouad ta la vanille. هادو جي ديجا تخافايي افيك انا ديجا استعملتهم غادي غير نزيد نهز منهم شويه داكشي اللي بقى وكنحافظ عليهم يمكن لي نزيدهم مع السكر السكر مع السكر سمول نزيدهم بوغ بارفيمي السكر كيولي عنده المذاق ديال لافاني ابخي غادي ندير كلشي يطيب باش نصاوبو الكومبوت ديالنا هو اللي غادي نعمرو به لاباط فويتي كنخليو كل شيء يطيب وكنمشيو كنجبدو لا بات فويتي ديالنا كنشريها من السوبر مارشي اون بو لو تروفي بارتو بو تروفي ليدل ليدل برايس او شون بارتو بارتو دون لي ريون اون تروف دو لا بات فويتي بور فير دو لا باتيسري ابري يمكن لكم تصاوبوها في الدار اي فوالا كنزيد نطاليها واحد شويه باش ندير لا فورم ديال السيركل اللي عندنا ديال المول اللي عندي ابخي يمكن لكم تقطعوها اون سيركل اون ريكتانغل يمكن لكم ديروا مربعات يمكن لكم ديروا دي ميني تارتليت صغيورين سي افو لو شوا انا اليوم بغيت نديرها في المول فوالا كنطيب لا بات ديالي واحد شويه او موان 2 ولا 3 مينوت في الفور يكون ا 210 لو طون اللي غادي نقطع التفاح الاخر ديالي اون لاميل غنقطعو نص دوائر دي دومي رونديل بيان رقاق باش نزيدو من فوق ديال لا طارت ديالي الكومبوز ديالي ها هو كيطيب غادي نقلبوه الى بدا كيتمعس ليا بالزربه غنعرف راه الكومبوت ديالي طاب غادي خاصني نحيدو نديرو في واحد زليفه صغيره لو كومبوت اون فال ديباراسي في واحد لو بتي بول اي اون ليس غوفخوادير الوقت اللي غنجبدو لاباط ديالنا غادي يكون برد اي اون كومونس ا غارنيغ نبداو نعمرو لا طارت ديالنا بشويه بشويه واحد المعلقه ونبداو نعمرو في لا طارت ديالنا بتيت ا بتي نديرو الكومبوت في لا باز ونزيدو لي بوم نبداو من واحد النقطه ونجيبو الذره باش نديرو اون فورم دو روزاس ولا وريضه نديرو اون فورم ديال الورده اي ابري غادي نزيدو السكر كاسوناد سكر لورو سكر قهويه غادي نزيدوه من الفوق باش ندخلو كل شيء يطيب اي اون ميم طون يتكاراميليزا واحد 20 غرام ديال السكر ديال السكر وغو من الفوق ديال السكر غنزيدوها وغندخلو كلشي للفوغ يطيب 180 30 مينوت ولا 25 دقيقة على 210 وبالصحة والراحة لا طارت ديالنا واجدة كنتو مع حمزة اون كويزين كل نهار عندنا فيديو بوندون لي 30 جور دو رمضان وصحة رمضانكم صحة فطوركم اي على بروشين لا فامي